السلام عليكم. اليوم حنتكلم معكم في الماركتينج بلان. الماركتينج بلان من أهم الكومبوننتس الضرورية جدا لأي نيو بزنس، لأن هي بتعطي صورة حقيقية لحاجة السوق للمنتج أو الخدمة اللي أنا بدي أنوي أقدمها كشركة ريادية. لو أنا ما اشتغلتش عليها صح، هذه إحدى أسباب الفشل في البزنس ككل، لأنه أحيانا أنا بكونش فهمت السوق بالشكل الصحيح. لهذا السبب ضروري جدا كل شخصية ريادية أو كل شركة ناشئة إن تقوم بهذه على أكمل وجه، لأنه هذه عملية ضرورية لا الكل يقوم فيها. أول شغلة لازم تنعمل اللي هي الاندستري أناليسز. الاندستري اناليسز يعني انا بدي احلل الصناعه ككل اللي انا داخل فيها، بتعطيني درجه من المعرفه للبيئه العامه اللي انا بدي ادخل فيها باستراتيجيه جديده في هذا المجال. بدي يعني اجمع المعلومات سواء من البرايمري سورسز او السكندري سورسز، والسكندري سورسز اللي هي المنشورات والادبيات والاحصاءات، والبرايمري سيرشز او سورسز بده يكون عندي اللي هي الاستبيانات والمقابلات، يعني اللي هي المصادر الاوليه. طبعا الخطوه الاساسيه هاد انت بدك تفهم السوق، بدك تفهم المنافسين، تعرف ايش مواطن القوه ومواطن الضعف فيها، على اساس انا اكون وضعي وين بدي يكون في السوق، بحدد وضعي في السوق بناء على هذه المعلومات. الآن لما بدي أحلل المنافسين اللي هي بنسميها competitor analysis، اللي هي document current strategy of the primary competitor، يعني هم إيش الاستراتيجية اللي بيستخدموها المنافسين الرئيسيين في هذا المجال. Information can be utilized to formulate the market position and strategy. بناء عليها أنا بحدد أنا كيف بدي تكون استراتيجيتي اللي بدي أتبعها بحيث أحدد موقعي من المنافسين. يعني لما بدي أحدد هل أنا بدي أكون من أحسن 3 شركات، هل أنا بدي أكون في النص، هل أنا في شريحة معينة اللي هي بدي أستهدفها بس بغض النظر إيش المنافس بيعمل. كل هذه بتحدد زي ما حكينا استراتيجية الدخول للسوق، وهذه مهمة جدا. This analysis provide a solid basis for marketing decision making. طيب marketing research for the new venture عندي خطوات 5. الخطوة الأولى defining the purpose or the objective، يعني make a list of the information that will be needed to prepare the marketing plan، يعني ايش المعلومات المهمة اللي بدي اياها عشان اجهز خطة التسويق تبعتي او الخطة السوقية تبعتي بشكل عام. Step 2 gathering data from secondary sources، يعني بدك تروح تدور على الادبيات والاحصائيات سواء من المجلات التجارية التجارة او يعني الجرائد أو المكتبات أو من الهيئات الحكومية أو الإنترنت أو أي بيانات اقتصادية موجودة في هذا المجال. الخطوة الثالثة بدي أجيب معلومات من البرايمري سورسز. البرايمري سورسز اللي هم مين؟ الزبائن والموزعين، الموردين، المنافسين، يعني اللي هم الكومبيتيتورز. فهذا كيف بحصل على هالobservation؟ أحيانا أنا بتجي بطلع براقب حركة البزنس للمنافسين، كيف عليهم البيع، إيش الشغلات، من وين بيجيبوا، من ولوين بودوا، كل هذه بطلع عليها. networking شبكة العلاقات هذه مهمة جدا. interviewing أحيانا بروح بعمل مقابلات مع الموزعين والموردين والزبائن. focus groups بعمل مجموعات تركيز. واكسبرمنتيشن احيانا بجرب، يعني باجي بعطي عينات مثلا لو هاي او بجرب منتج مثلا، خذوا جربوا هذا شوفوا ايش فيه. الداتا كوليكشن انسترومنت بشكل اساسي لهذا الشغل اللي هو الكويشنير. الكويشنيرز ممكن يتم عبر عده طرق، عبر التليفون، عبر البريد،
عبر بشكل شخصي او عبر الانترنت. طيب الكوست والفلكسبيليتي والريسبونس ريت والسبيد والدبت لكل طريقه بتختلف. التليفون يعني مش اكسبنسيف خصوصا لما بتكلم على اللوكال كولز. الفلكسبيليتي بوسيبل تو كليريفاي اور اكسبلين كويشن، يعني لو في سؤال ما فهمهوش بيقدر يسالوا فيه. الريسبونس ريت جود ريسبونس ريت، عاده الناس بتخجل لحدا بدي يتصل عليها تقول له متاسف، فنسبه النجاح فيها حوالي 80%. السبيد فاست لانه سريع، انت مجرد ما تحصل الاتصال تقدر تنهي، واذا عملت يعني كان لك هدف او لكم هدف انه تنهوا هذه بخمس ايام مثلا تقدر تنهوها بخمس ايام. الديبت ليست ديتيلز لانه الموجود عنده من 8 ل 10 دقائق بقدر اتحرك فيها مع زبون، يعني زبون عادة او الناس اللي بدي يعني اسألها اكثر من 10 دقائق بتمل مني. الميل طبعا هذه انكسبنسيف، نو فليكسبيليتي لانه فيش طريقه للشرح. الشخص اللي بتصل له الاسئله، هي الاسئله لازم تكون ايش بتشرح حالها. الريسبونس ريت بورست، اقل شيء لانه الناس اللي بتصلهم عبر البريد بشكل عام برموها. او سلوست ميثود لانه هذه وقت ما يكون فاضي الشخص هو بيعبيها اذا اراد. الدبت طبعا فيها دبت لانه هذا بتترك مجال للشخص يفكر فيها. البيرسونال اللي هذا الموست اكسبنسيف تكنيك، ريكوايرد فيس تو فيس كونتاكت، يعني بدك تقعدوا قبال بعض عشان تساله. الموست فليكسيبل لانه هذا بتقدر تسال اوبن اندد كويستشنز. الريسبونس ريت The most effective response rate because of the face-to-face contact. The speed slow نوعا ما، ليش؟ لأنه أنت ممكن بدك تقابل تروح من مكان للتاني، ففي حركة وفي travel في هذا المكان. The most details طبعا في الدب تبعها. الانترنت هذه the most popular حاليا، وأنا استخدمتها كثير، يعني اللي هي هذه inexpensive. No flexibility، الأسئلة بدها تكون self يعني explanatory و self administered. الresponse rate نوعا ما أحسن من الميل وأحسن يعني من التليفون نوعا ما، أنا حكيت هذه، بس هي بتيجي يعني قريبة للتليفون في هذا المجال. Speed very fast لأنه هذه مجرد كلها click. Depth some depth possible لأنه بتقدر تحط open ended question والشخص مش لازم ينهي في نفس الوقت في هذا المجال، يعني ممكن يعبي جزء من الاستبانة الآن وبعدين يجي لاحقا يعبي الباقي. Step 4 analyzing and interpreting إيش الresult. The result can be tabulated by hand or on a computer, evaluated and interpreted should be based on research objective. الانتربرتيشن هذه بتكون انه يعني انا بدي اترجمها لشغلات مفهومه بالنسبه لي. كروس تابوليتد داتا كان بروفايد مور فوكس ريزلت، لانه الداتا لحالها ممكن تكون مسليدنج يعني بتضلل، فلما تيجي تطلع على حاجات بيانات من تربطها مع بعض بتصير بتعطي صورة أوضح في هذا المجال. الآن understanding the marketing plan. Marketing plan is a written statement of marketing objectives, strategies and activities to be followed in the business plan. يعني هذا بتعطي الاستراتيجية والأهداف والأنشطة اللي أنا بدي أقوم فيها. It is designed to provide answers to three basic questions. Where have we been؟ يعني وين احنا كنا؟ Where do we want to go؟ لوين بدنا نروح؟ How to get there؟ يعني احنا وين احنا حاليا؟ يعني خلينا نقول بالوضع الحالي من وين احنا بنتحرك، يعني بسؤال لوين رايحين وكيف بدنا نصل لهناك؟ هذه أهم أسئلة فيها. الآن الكاركترستيك of a marketing plan إيش هي؟ A marketing plan should
بروفايد استراتيجي، يعني بدي يكون استراتيجيه السوق تبعتي كيف بدها تكون، بي بيست ان فاكتس اند اسامبشن، مش انطباعات، هذه حقائق وايش، وانا بحط يعني افتراضات بناء على هذه الحقائق. Describe an organization for implementation، يعني بتعطيني خارطة للتطبيق. Provide for short term and long term continuity، يعني هذه تصلح على المدى القريب والمدى البعيد في هذا للاستمرارية، لأنه أنا لو حطيت استراتيجية لمدى قصير ممكن أنجح فيها، بس على المدى البعيد بفلس كشركة. Be simple and short. Be flexible، في مرونة فيها. Specify criteria for control، يعني بدي يكون عندي معايير للتحكم في هذا المجال. وهذا الماركتينج سيستم، هذا بتحط لي الاكسترنال انفايرمنت اللي انا بتحكمش فيها، زي ايش؟ الايكونومي، الاقتصاد، الكالتشر، التكنولوجي، الديماند، الليجل كونسيدريشنز، الرو ماتيريال والكومبيتيشن، هذول اكسترنال ماليش دخل فيها. الانترنال هذا بتخصني انا، ولازم عندي كنترول على الفاينانشال ريسورسز، الموارد الماليه، السبلايرز، الموردين، الجولز اند اوبجكتيفز، والمانجمنت تيم، الفريق الاداره. هذول كلهم بصبوا في عند الانتربرنور. الانتربرنور بيعمل قراراته الماركت بلاننج بناء عليها، وبعدها الماركتنج استراتيجي دايركتد تو كاستمرز، الاستراتيجيه السوق اللي انا بتستخدمها مع الزبائن، وهذه بتعطيني البيرتشيز ديسيجنز اوف ذا كاستمرز، هل هذه ادت الى قوه شرائيه من الزبائن او قرارات من الزبائن، يعني نفذوا عمليه الشراء. اذا كان كما هي مطلوب بعزز هاي، ما كانش مطلوب بدي يصير تغيير على الجزئيات الموجوده هنا في هذا المجال. الماركتينج ميكس ا كومبينيشن اوف برودكت برايس بروموشن اند ديستريبيوشن اند اذر ماركتينج اكتيفيتي نيدد تو ميت ذا ماركتينج اوبجكتيف، يعني كومبينيشن ايش هي؟ البرودكت اللي هو المنتج تبعي، يعني احيانا بدي اعدل على المنتج، احيانا المنتج كويس، احيانا بدي اغير في طريقه الباكجين تبعه، في الشكل، في يعني فالبرايس اللي هو السعر تبعها، التسعير مهمه جدا، هذه سياسه التسعير وحنتكلم عنها لاحقا في هذا المجال. والبروموشن اللي هي الدعايه للهان، والديستريبيوشن التوزيع في عندي كيف بدها تكون في هذا المجال. الان لما نتكلم على البرودكت بنتكلم على ايش؟ الكواليتي اوف كومبوننتس اوف ماتيريالز، نوعيه الماتيريال اللي انا بستخدمها، الستايل، الشكل، الفيتشرز، الحاجات المميزه فيه او الحاجات الموجوده فيه، الاوبشن، الخيارات، البراند نيم اللي عندي، الباكجز، الباكجينج اللي هي التغليف، السايز، الحجم، السيرفيس افيلابيليتي، الخدمه المتاحه، والوارنتي اللي هي الضمانات اللي عليه. كل هذه بتخص المنتج. البرايس بدي اطلع على الكواليتي ايمج، الان انا بدي اعمل صوره معينه لها، ليست برايس، قديش السعر تبعي، وين جاي بين الزباين، بين المنافسين. كوانتيتي، قديش عندي بقدر انتج او بقدر يكون متاح للزبائن. ديسكاونت، تخفيضات عندي. Allowances for quick payment، احيانا لما بدي ابيع واحد يدفع كاش او بدي يدفع يخلص دفعاته، خصوصا لو انا عندي حاجه ممكن تندفع هاي، فتفرق يعني لو دفع كاش على طول هذا بيعطيني سيوله، فهذا ممكن اعطي ايش انا يعني نوعا ما تخفيض او تيسير في هذا المجال. الكريدت تيرمز، لو انا بدي ابيع على دفعات وبيمنت بيريود، كيف بدي اعملها هذه في هذا المجال. channels of distribution، كيف ممكن ابيعه؟ ممكن اكون انا عندي محل خاص بي، ممكن اوزع على نقاط توزيع ريتيلرز، ممكن انا اعمل هول سيل، يعني بس ابيع البياعين في هذا المجال. يعني قديش هذا بده يكون عندي تايب اوف هول سيلر او ريتيلرز، ايش النوع تبعهم، هاو ماني، قديش عددهم، اللينك اوف شانل، يعني قديش انا بدي اوزع الجيوغرافيك كفرج، المنطقه، الانفنتوري عندي قديش بدي اعملها،
والترانسبورتيشن النقل، هذه مهمات جدا. البروموشن الميديا الترناتيف، في انا لما بدي اقعد اعمل دعايات واعلانات اي ميديا بدي استخدم، بدي استخدم التلفزيون، بدي استخدم الانترنت، بدي استخدم الراديو، بدي استخدم الجريده، بدي استخدم المجلات. المسج ايش الرساله اللي بدي اعملها، الميديا بادجت قديش عم بدي اخصص لهذه ميزانيه، ايش دور يعني خلينا نقول موظف المبيعات، موظفين المبيعات في هذا المجال. واحيانا بعمل سيلز بروموشن اللي حملات تشجيعيه زي احيانا قرمات في الشوارع، احيانا بحط كوبونات تخفيض، يعني اللي معه الكوبون بياخذ مثلا 20% تخفيض 10%. ان ميديا انترست ان بابليستي، طبعا بدي انا الميديا يعني تشجع ان هي تعطيني هذا الظهور بشكل عام. Steps in preparing the marketing plan, defining the business situation. بدك تحدد الباس والبريزنت بزنس اتشيفمنت اوف نيو فينتشر، يعني انا كشركات رياديه ايش الانجازات اللي حققتها في الماضي وحاليا. هذه situation analysis، يعني بتحلل هل البيئه او الحاله صالحه اني ابدا شركه ولا لا. الآن لو الشركات الريادية اللي بتفتح أو الشركات الجديدة بتفشل معناته البيئة مش داعمة، بينما لو الشركات اللي بتفتح بزنس نسبة النجاح فيها عالية معناته هذه بيئة مناسبة في هذا المجال، عشان هيك بنسميها situation analysis. In case of a new venture, information should relate to how and why the product or service was developed، يعني ليش المنتج هذا تم تطويره في هذا المجال. After a new venture has started up, information should relate to present market condition، وضع السوق الحالي أو الظروف الحالية. Performance of companies, goods and services، يعني الأداء تبع الشركة في يعني خلينا نقول البضاعة والخدمات. Future opportunities or prospects، ايش المستقبل، الفرص المستقبلية في هذا المجال. Defining the target market opportunities and threat، the target market is specific group of potential customers toward which the venture aims its marketing plan، يعني لمين السوق تبعي، هل هي لشريحة طلاب الجامعات مثلا، هل هي لشريحة الأطفال، هل هي خاصة بشريحة كبار السن، هل هي لشريحة الدخل العالي أم الدخل المنخفض، هل هي للرجال ولا للنساء، هل هي لمنطقة جغرافية معينة. هذا كلها أنا بدي أحددها، وهي بتتحدد من الإحصاءات المتوفرة عندي من دائرة الإحصاء الفلسطينية مثلا، بتقدر أقدر أحصل على هذه الأرقام. الماركت سيجمنتيشن، ديفايد ذا ماركت انتو ديفاينبل اند ميجرابل جروب فور بيربسز اوف تارجتنج ماركتنج استراتيجي، يعني انا بدي اقسمها للشرائح، والشرائح هذه اللي هي انا بدي استهدفها في الاستراتيجيه تبعتي. يعني بعباره ثانيه الدعايات بتاثر اكثر على العنصر النسائي منه للرجال. التوفير بياثر اكثر، يعني لما تعطي تخفيضات وحاجات زي هيك للكبار في السن. الاطفال بدها حاجه يعني جاذبيه هي يعني تشجعهم على الشراء. هذا كلها من الاستراتيجيات اللي بتم استخدامها فيها. البروسيس اوف سيجمنتنج اند تارجتنج كاستمر ديسايد اون جنرال ماركت اور اندستري تو بيرسو، بدك تشوف ايش الماركت والصناعه اللي انت بدك تدخل فيها. ديفايد ماركت انتو سمول جروب بيست اون كاركترستيك اوف ذا كاستمر، زي جيوغرافيك، زي ديموغرافيك اند سايكوغرافيك. باينج سيتويشن، ديزايرد بينيفيت، يوسج، باينج كونديشن اند اويرنس اوف باينج انتنشن، يعني انت بدك تعطي فيه هنا الناس مستعده تشتري، عندها فلوس تشتري ولا ما عندهاش. هذا من الشغلات اللي بدك تطلع. طيب انا لو عندها، لو بينت لها الفائده، هل حت
تمشي معي ولا لا؟ select segment or segments to target، بدنا تختارها. develop a marketing plan integrating a product with a price with distribution with a promotion في هذا المجال. consider the strengths and weaknesses in the target market. establish goals and objectives. These are statements of level of performance desired by the new venture. يعني قديش بدي حصته من السوق، قديش احيانا بحط ارقام، قديش بدي ابيع، انا بهدف انه ابيع. كل هذه objectives ممكن تنحط عندي. realistic and specific marketing goal and objective response to the question where do we want to go. يعني انا لوين بدي اروح. يعني انا لما بدي اقول بدي خلال ثلاث سنوات الاولى مثلا في الاستراتيجية تبعه اكون رقم واحد لهذه الشريحة في قطاع غزة، فهذه الهدف بيبقى عندي قديش العدد وقديش اللي انا بدي استهدفهم مش عام. يعني بقول لو انا مثلا هدول الشريحة اللي عندي مثلا خلينا نقول 10,000 زبون، انا بدي اصل من 10,000 ل 6,000 5,000 زبون، انا بحددها في هذا المجال. Not all goals are quantifiable. مش كل إشي بقدر أحط عليها أرقام. الآن limit the number of goals or objective to be between 6 and 8. يعني الأهداف واللي بدي إياها بديها تكون من 6 ل 8 أهداف بشكل عام. Goals should represent key areas to ensure marketing success. Define marketing strategy and action program, a product or service may consider more than the physical characteristic. Involves packaging. أحيانا بحط طريقة تغليف, brand name, الاسم, price, الضمان, warranty, image, الشكل, service, الخدمة, delivery time, أحيانا وقت التوصيل مهم, feature, الحاجات اللي ممكن هي تقدمها او ايش الميزات اللي فيها الستايل and even the website مهمة جدا. البرايسنج الكوست عندي بده يكون material cost, labor cost, will cost of goods from supplier, labor and overhead expenses. اللي عندي لازم اعرف قديش الكوست تبعي. margin or markup expected to cover overhead cost and some profit. يعني أنا لما بدي أحط عندي بعد ما أحسب هاي بدي أحط لي إيش margin لأربح فيه أو markup، أقول هذا الحد الأدنى اللي أنا بدي أبيع فيه عشان أحقق لي الربح اللي عندي. الآن هذه بغض النظر إيش البرنامج اللي بمشي عليه مش لازم أنزل عن هذه القيم الموجودة. الكومبيتيشن طبعا هذه مهمة، المنافسين مش حيقفوا ساكتين في هذا المجال، فانت بدك تعرف ايش الاستراتيجيات وتحط الريسكس اللي يعني المخاطر من قراراتهم ايش بيعملوا وين رايحه في هذا المجال. الديستريبيوشن هذه مهمه، ليش؟ لانه بروفايد يوتيليتي تو ذا كونسيومر ماست اولسو بي كونسيستنت وذ اذر ماركتنج ميكس فاريبلز. الديستريبيوشن زي ما حكيت توزيع، هل انا مثلا بدي اوزع لو انا عندي بضاعه هل بدي اوزعها على كل السوبر ماركت الموجود، هل انا بدي اتعامل مع يكون عندي محل للزبائن اللي عندي وللسوبر ماركت ككل، هل هاي الاستراتيجية تبعتي انا لو كان عندي يعني بدي اشتغل من ويب سايت او تليفون هذا اللي بدي اشتغل عليه، هل انا بدي اتعامل مع موزعين موحدين يعني في المنطقة في كل منطقة جغرافية عندي موزع واحد فيها، كل هذه استراتيجيات بدها تكون واضحة عندك. البروموشن اللي هي الآلية اللي أنا بدي أعمل الدعاية والإعلان عندي to inform potential consumers about the products availability or to educate the consumer. أحيانا الكونسومر بعرفش إيش الفائدة، فأنت في حاجة بيعملوها بسموها بروموشن. البروموشن اللي هي إيش اللي عندي، يعني أنا بدي أعمل الدعاية في البروموشن هاي، في نفس الوقت بدي أعلم، فممكن أجيبه على شكل بروجرام أعرف الناس عنه، أعرف كيف بيستخدموه إيش الفائدة منه عشان هم يعرفوا قيمة الشغلة هذه. Methods include إيش print, radio or television advertising, internet حاليا direct mail اللي هي بتبعت حاجات في البريد العادي،
تريد ماجازين، المجلات تبعت التجارة، نيوز بيبر، وحاليا السوشيال ميديا هي اللي ساحبة بشكل كبير في هذا المجال. الانتربنور should consider both cost and effectiveness of the medium in meeting the market objective. يعني في حاجة دائما لما استخدم البروموشن بدي اعرف هذه الميديا جابت نتيجة والله لا. يعني انا لما اقول هذه مثلا على السوشيال ميديا ترند هذا رقم واحد حاليا، طب هذا الترند جاب لي زباين والله بس ضلوا على السوشيال ميديا ماشي، هل الزباين اللي اجت عندي اجت من ورا هذه الشغله ولا ما جاتش؟ فهذه دائما بحطه لما يجي زبون بيسالوه انت ايش، او لما تشتري اي خدمه او تدخل حتى عن النت من وين عرفت فيا. فهذا لتقييم هل الميديا اللي انا استخدمتها مناسبه ولا لا. طبعا هذا ميجر كونسيدريشن ان شانل سيلكتنج، بتتكلم degree of directness of channel, market condition, concerned with whether end user are concentrated direct or dispersed indirect in the market, the product attributes, مواصفات المنتج, the cost benefit, the venture attribute, number of channel members, intensive, selective, exclusive. الانتنسيف انا بدي كل الزباين اللي في المنطقه، سيلكتيف انا بدي اختار عينات معينه، اكسكلوسيف بس لطبقه شريحه معينه. مثلا احيانا انا بدي ابيع بيبقى عندي محل بس للجمله، يعني بيجي زبون عادي بدي يشتري بقول له متاسف ما بيعش، انا ببيع للتجار. الكرايتيريا ان ذا سيلكشن اوف شانل ممبر الريبيتيشن، طب انا كيف بدي اختار الزباين؟ بدي هاد بناء على ايش؟ على الريبيتيشن، السمعه، السيرفيس بروفايدد، ايش الخدمه اللي بيقدموها، النمبر اوف شانلز، هل انا بدي 1 شانل، مالتيبل شانلز، ايش اللي بدي اياه. هذه برضه من الشغلات اللي انا بطلع عليها. الماركتنج استراتيجي كونسيومر فيرسز بزنس تو بزنس ماركت، زي ما حكيت احيانا انا بدي اجي ابيع للتجار بديش ابيع للزباين. هذه طبعا لها ميزه ولها عيب، يعني مثلا تطلع على الشركات زي بدر وهنيه وتبعت القهوه وديليس وغيرها لهم محلاتهم الموجوده، في نفس الوقت هم المنتج تبعهم موجود في كل سوبر ماركت موجود. بينما مثلا زمان كان في شركه اسمها النعيم في القهوه ما كانش لها محلات، كانت بس بتوزع موجودة هناك. الآن هذه الميزة والعيب، الميزة انه فيش اوفر هيد عندك، العيب الناس بتعرفش مين انت، يعني لو بدها تيجي تشتري منك مباشرة مش حتلاقيك، لو بدها تيجي تشرب عندك مثلا قهوة مش حتلاقيك. فهذه يعني على المدى البعيد بتأثر على البزنس في واستمراريته في هذا المجال. عادة لما انا بدي ابيع من بزنس تو بزنس الفاليوم بيبقى كبير، ما ببيعش بالشقفة، ببيع بالايش؟ بالجملة الموجودة هان، والاعلانات تبعتي بتبقى في المجلات التجارية وعبر البيع المباشر او في المعارض التجارية. Budgeting and implementation هذه مهمة جدا. البادجت لازم الواحد يحدد بالضبط. Cost should be reasonably clear. Assumption if necessary should be clearly stated. Useful in preparing the financial plan. هذه عشان implementation. The plan is meant to be commitment by the entrepreneur to a specific strategy. Entrepreneur should ensure coordination and implementation of the plan بشكل عام. Monitoring the process, the progress of market action. The market action حكينا should be flexible، أو الماركتينج بلان should be flexible. لإيش؟ لأنه أنت بدك تعمل tracking للresults of the marketing effort، هل هي ماشية حسب الخطة اللي عندي. Should be prepared for contingency، يعني لأي طارئ إنه يغير. Minor adjustment in the plan are normal، يعني لو في تغيرات بسيطة طبيعية. Significant changes، لو أنا في تغيرات جوهرية معناته الخطة تبعتي ما تمش إعدادها بشكل جيد، تم يعني تفتقر إلى الإعداد الجيد. The weaknesses in the marketing planning may be due to
poor analysis of the market and competitive strategy، يعني ما ضعف في التحليل. Unrealistic goals and objectives، الأهداف اللي حطيتها مش واقعية. Poor implementation of the outlined plan actions، أنا في التطبيق كان في عندي مشكلة. Unforeseeable hazards like weather or war، لو حصل ظروف صعبة يعني مش موجودة في هذا، حروب أو يعني كوارث طبيعية، فهذه ممكن تغير في عندنا. من الشغلات المهمة زي ما حكيت فيها، وهذه لازم الكل يبدأ فيها للبزنس تبعه، يعني هذه من الشغلات اللي أنا بطلع عليها. أول خطوة الآن، حيكون معكم أسبوع لتبدوا كفريق تحضروا الماركت بلان لكم وتسلموها. يعني هذا الأسايمنت الأسبوع الجاي بده يكون عندكم ثلاث شغلات تشتغلوا عليها انتوا فريق، والفريق بيقدر كل شخص فيه يبدأ يشتغل على شيء، وبعدين بتقعدوا مع بعض وبتقدروا تناقشوا، لأنه حنتكلم على الفاينانشال بلان هذا الأسبوع، ونتكلم على الهيومن ريسورسز أو المانجمنت بلان بشكل عام في هذا المجال. يعطيكم العافية.